اسمي مصطفى اليوسف، عمري 32 سنة، عشت تحت سيطرة داعش عام سنة ونص تقريبا في منطقة جسر الشغور. عم بعاني من مشكلة انه اختي موجودة تحت سيطرتهم، والمشكلة الاساسية انه ما عم نقدر نتواصل معها. عرض عليها زوجها اكثر من مرة انه بدي يطلع هو على مناطق داعش، ولكن هي كانت ترفض. مرة وجه الصبح حكت معنا، فأنا اضطريت طلعت لعندهم وكذا وحكيت معه، فاقتنع معي انه خلص يا اخي حاول تضل هوني، خلص انت هون ولادك ودير بالك على رزقك افضل وهيك، فاقتنع معي. واجيت انا على البيت، بعد ما اجيت انا على البيت يعني كانوا اهلي لما دريوا بالفكرة رافضين جملة وتفصيلا هذا الموضوع وذهابا معه، لانه يعني اكيد متأكدين انه راح يوصلوا لها النتيجة اللي وصلوا لها هلق هاي. بعدين اجبرة انه يا اخي اما بدي طلقك او بدك تروحي معي وبدي اخذ الاولاد انا او كذا او هيك يعني، فكانت مجبره اخر مره انه هي تروح معه. بعد نحن ما تلقينا خبر انه زوجها قتل، فحاولنا انه نحاول نجيبها لهون. فاول محاوله كانت بصيف 2015، حاولنا ان نجيبها، فتواصلنا مع واحد من المنطقه من هنيك انه يتواصل معه ويطالع لنا اياها بس على مناطق الجيش الحر، ونحن نستلمها من هنيك لقاء مبلغ من المال. بعد فترة حكوا معنا انه لا، انتبهوا عليهم او حسوا عليهم انه بدها تطلع او هيك، فحطوها يعني بعدين نقلوها على سكن الارامل، وهذا يعني ما نسكن بكل معنى الكلمة لانه اشبه بالاقامة الجبرية، يعني ممنوع تطلع ممنوع تفوت. والله يا اخي الوضع صعب كتير كتير عنا، يعني مثل السجن عايشين، لا حدا بيطلع ولا حدا بيفوت ولا بيخلونا لا نطلع ولا نفوت. حاولنا انه نتصل يعني باحد العناصر اللي من عندهم انه يعني هيك هيك كذا، فرفض رفض قطعي انه كيف هاي من عناصر الدولة وكيف ما بعرف شو كيف بتطلع وكيف كذا، وكان زوجها من عناصر داعش وهيك ممنوع تطلع. فكمان بقت محاولة بفشل، احد اللي موجودات معها يعني بالمكان اللي هي فيه، فطلبت منها انه الزواج من احد عناصرهم يعني مرة تانية وكذا، فهي رفضت في البداية، وهون قدرنا نتواصل معها فقلنا لها لا ديري بالك مشان ما تكرر السيناريو مرة تانية وما يتكرر اللي صار معك مرة تانية يعني. فرفضت فعلا يعني زواج مرة وتنتين وثلاثة، حتى آخر شيء اضطرت انه قالت لهم انه انا يعني خلص في شاب هوني وتقدم خطبني يعني عن طريق جماعة معينين، وحتى يعني والحمد لله بعدين تزوجت واحد مدني من هنيك، والحمد لله يعني حكينا معهم مرة، وبعدين هلأ قصلنا فترة ما قدر ما عم نقدر نتواصل معهم. حطونا بالسكن اللي مثل السجن، كانت الحياة جنة عندكم على سعرها، وتغيرت حياتنا، لبسنا وطلعاتنا حتى أكلنا تغير، حياة الأولاد تغيرت اللي صاروا يتربوا على السلاح والعنف والقتل بدل ما يتربوا على اللعب والدراسة. لا تفكر أي وحدة إنها تتجوز واحد منهم شو ما يصير فيها مثل اللي صار فيني، محرومة شافت أهلها ما بتعرف أمت بدها تموت.